قيمة هامة في حياة الإنسان. العمل وصية إلهية في كل الأديان. الكتاب المقدس يقول: بعرق جبينك تأكل خبزك. ويقول الكتاب: إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا. ومكتوب أيضا: ملعون من يعمل عمل الرب بلا خلوة. الكتاب المقدس بيعتبر أي عمل ربنا أتمني عليه هو عمل الله. مدعون من يعمل عمل الرب برخاء. ميّاً لنمجد العمل. هل كل وقت العمل نعطيه للعمل؟ هل نعمل بأمانة كما للرب وليس للناس؟ أسئلة. يجب أن نعترف يا أحبائي أن التطبيق العملي للقيم الدينية يشوب الكثير من السلبيات. بالرغم ان احنا بنواظب على الصوم والصلاه والقراءه في الكتب المقدسه. واحنا النهارده في عيد قيامه السيد المسيح، القيامه ايجابيه، والايجابيه تطلب السلبيه. علينا ان نراجع انفسنا ونقوم من السلبيات التي انتشرت في حياتنا. نقوم ونجاهد لكي نعيش حياه واحده، بمعنى الداخل كما الخارج. حياتنا داخل دور العبادة كما في البيت وكما في المدرسة وكما في العمل وكما في الشارع. يجب أن نهتم بالتعليم في الصغر، فهو كالنقش على الحجر. لازم ندرس في أولادنا الصغيرين القيم الدينية الإيجابية، قيم مع ممارسة عملية. نربي في أولادنا الضمير الحي اليقظ المستنير. نراجع سلوكنا دائما على مبادئ الكتب المقدسة. علينا نحن الكبار أن نهتم بالقدوة. نقدم لأولادنا القدوة. ندقق في تصرفاتنا. الأبناء يكررون أخطاء الآباء. والصغار يتنمرون. وباركونا وشرفونا وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علاء عبد الحميد محافظ القلوبية والسيد اللواء رضا قبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأدوية والسيد اللواء مهند العرضي مدير الإدارة العامة لقطاع أمن الوطني للأدوية الدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام محافظة الأدوية والسيد العميد حسين حنفي رئيس مكتب الأمن الوطني